الو، انا النقيب تيسير فهمي. انا لما اطلب من حضرتك طلب، حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم، انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران اومر فندم. اندهل يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصل انا كان عندي عيد ميلاد. اه طبعا، كل سنه وانت طيبه. واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبادة؟ قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني. خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمبادة، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده الربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ معلش يا باشا. ما عنديش توفي ليه؟ مش خش. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال. بس ايه الهبل ده؟ يا زهران. عمر يا فندم. اندهلي يا ابن الست اللي بره. والسعي كده؟ ايه والسعي ده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهارم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ اه انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها، ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايه انا بقى. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك انا حياتي. لا بره.
واقف بتروح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئة والله هي اللي خبطتني بالعربية. هي كل واحدة تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اه اتحشني. حد قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سفر ونزل براس الاول ومش قلبانها على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم الا على سفر ومش قلبها ده يا عم. خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقان على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه يا شريهة. خالتي خالتي بنتي يا شريهة. خالتي عاملة ايه يا حاجة؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المرة الجاية اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المرة الجاية. ايه يا بت ما تمسكي نفسك شوية، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت مكتب البيل مأمور فيه. ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة لا. أنا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم إيه يا أستاذ عبدالله؟ أنا صباح أخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ أه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير إيه بس يا أستاذ عبدالله؟ ما تفوق يا أخويا معايا. عبد الحليم أخوك. عبد الحليم أخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله، فين كانت لمونايه صغننه كده. ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم احنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نيلي بنت عم لبلبة. اه لا بقصدش كده. لا يا فندم نيلي بنتي انا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية ايه يا فندم؟ شريهان يا فندم اخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. انا فاهم حضرتك ببساطة. اخويا عبد الحليم. حضرتك اخو عبد الحليم؟ اه. حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شادية خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص.
الحياة دي غلطتنا احنا الكبار. للأسف يا فندم يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي، مش موافقة، مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس ايدك خلينا اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ اللي هنعيده هنزيده؟ الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، انا سكتلك من الصبح. استني انت جرأة يا استاذ عبدال، يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا تنزلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي، ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرأة بقى. وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خالة شريهان واخت شادية مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفة؟ هاو